يعني احنا بنتكلم على دور وزارة المالية في موضوع احلال السيارات المتقدمة بالنسبة للملاكي والميكروباص والتاكسي. يمكن احنا في مرحلة سابقة كان في سنة 2008 حصل تعديل على قانون المرور، والتعديل قال ان في ينشأ صندوق يتبع وزير المالية يختص بتمويل شراء السيارات البديلة ومنح حوافز مالية لمشتريها. في الفترة دي قامت وزارة المالية بتنفيذ المشروع بتاع إخراج سيارات التاكسي القديمة وإحلالها بسيارات جديدة، في جزء منها بيشتغل بالغاز الطبيعي، تمت في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. الفكرة بتاعت الإحلال دايما يعني العربيات طبعا اللي بيمر عليها 20 سنة ده بقوة القانون، بالإضافة للحوافز بقى للسيارات الملاكي والسيارات الأخرى اللي ممارش عليها 20 سنة. وفي الحالة دي أي سيارة هيتم تخريدها بفي إجراء معين زي طمس أرقام الشاسيه والموتور وفرم السيارة، ده بيكون مقابل ان احنا بندي مقابل التخريد وبعض المزايا المالية الأخرى زي إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة للتمويل بشروط ميسرة. كل ده بخليني اديله عربيه جديده تعمل بالغاز الطبيعي مجمعه محليا. يمكن احنا المشروع الاولاني اللي قامت الماليه ادى الدعم 691 مليون وخرجت 45477 سياره في المرحله دي. المشروع ده اعتبروه اول مشروع على مستوى العالم في مجال النقل، وتم تسجيله كبرنامج اليه تنميه نظيفه بالامم المتحده بالتعاون مع البنك الدولي. البرنامج ده قدر يخفض 334 ألف طن كربون خلال الفترة من 2013 ل 2018، وساهم في تخفيض نسبة التلوث. المبادرة اللي أطلقت لها فخامتك، المبادرة دي بالتأكيد مستهدفاتها رقم واحد إن إحنا عاوزين نخرج العربيات اللي هي التاكسي والميكروباص والملاكي، السيارات اللي هي هتنضم للمشروع في المرحلة الأولى. السيارات دي إحنا قلنا لازم تكون متجمعة محلياً، وطبعا ده هيساعد على تنشيط الصناعة المحلية، بالإضافة ان احنا ده تدريجيا معناه ان احنا عملية ان يبقى فيه احتمالية ان يبقى فيه دعم مستقبلي لغاز او سولار بنقدر نستبعد ده خالص من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى انه استيرادنا للسولار او البنزين ده معناه بالنسبة لنا عمرة صعبة، فبنقدر نستفيد بالغاز الطبيعي اللي موجود في الدولة. ونقدر ان احنا المرحلة الاولى هتنطلق في 7 محافظات اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وأيضا معانا المحافظات اسكندرية ومعانا البورسعيد وأيضا السويس والبحر الأحمر. المشروع ده هيبقى فيه تحسين للصورة الحضرية لمصر، ارتقاء بمستوى خدمات النقل، أيضا تخفيض نسبة التلوث الناتجة عن عوادم السيارات القديمة وإخراج السيارات اللي بتعمل ببنزين والسولار. ده زي ما قلنا بالنسبة لنا اقتصاديا هيخلصنا من جزء من احتمالات ان يبقى فيه دعم في المستقبل. وايضا احنا برضو بنبص لها على انه انا بشغل مصانع، المصانع دي ما بتشتغل تقدر ان هي تعمل فوائد وتدفع عليها ضرائب، هيزود المبيعات العربيات المشاركة في البتاع وفي المشروع، وايضا الاثر الايجابي على حركة السير والمرور، وايضا بيعمل انتعاش في صناعة السيارات والصناعة التكميلية المغذية لها. الآلية احنا عندنا حاجات مهمة جدا لازم نعملها. اول حاجة هنتصرف ازاي في العربيات، المحتويات بتاعتها خاصة البطاريات والإطارات والمخلفات الخطرة دي بنديها لجهات معتمدة بيئيا تعيد تدويرها او تتخلص منها نهائيا، ثم بعد كده بنعمل عملية تفتيت وفرم للأجزاء الميكانيكية الموتور والشاسيه والعفشة، ده كله بالتنسيق بين المالية والبيئة والداخلية علشان نقدر نتخلص بطريقة آمنة. احنا عندنا يعني ده نموذج للي حصل في المشروع الاولاني في 14 ثانية، عملية التخلص من 47,000 عربية اللي كانوا في المرحلة اللي قامت بيها وزارة المالية. يعني احنا المزايا المالية اللي هتقدمها وزارة المالية، احنا بنقدر القيمة الدعم ما بين 45,000 إلى 70,000 جنيه لكل سيارة هتخش معانا في المنظومة دي، بشرط انها تكون مجمعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي. مقابل التخريد ما بين 12,000 ل 20,000 للسيارة، وكمان يعني وزارة المالية هتدي القيمة أو هتتنازع عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للعربيات اللي هتبقى ضمن هذا المشروع، وأيضا هتشيل الضريبة الخاصة بالرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من الخارج اللي هي لازمة لتصنيع السيارات دي. مع المحافظ قال على الضريب العائد المخفض 3%، أيضا مصر للتأمين قررت انها تخفض 25% من التأمين على العربية، وأيضا شركات السيارات هتقدم أسعار تنافسية.
دي مجموعة العربيات اللي هي داخلة في المشروع، ويعني حاليا بالتنسيق بين التجارة والصناعة والتنمية المحلية تخصيص الساحات المشروع اللي هي هتبقى داخلة معانا، وبيتم معاينتها دلوقتي والتأكد منها لانطلاق المشروع. واحنا بننسق مع معالي وزير التجارة والصناعة عشان الموقع اللي هو الناس هتخش وتشترك فيه من خلاله وتعرف كل المعلومات على البطل. شكرا في خامة الرئيس. شكرا.